السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مين فينا ما بيشوفش في المنام قضية الشراء، إنه بيشتري؟ النهاردة هنتكلم عن قضية الشراء في المنام. أولا هتكلم عن بعض الرؤى العامة، مش هقف فيها مع أشخاص أو حالات اجتماعية، وإن كان هناك بعض الرؤى الخاصة ببعض الأشخاص هنبه عليها. يعني مثلا رؤية الشراء بالنسبة للمرأة الحامل، خلي بالكم في قضية الشراء ينبغي أن ننبه على قضية مهمة. إتمام الشراء دي حاجة مهمة جدا، إني أشتري وإن البيع يتم وأخد الحاجة اللي اشتريتها وأمشي، يبقى لازم يكون في إتمام للشراء، مش قضية الشراء فقط. يعني ما اشوفش نفسي بشتري وخلاص، بس مش عارفة انا اشتريت الحاجة اللي انا كنت بشتريها دي ولا سبتها ومشيت. يبقى رؤية الشراء واتمامه بالنسبة للمرأة الحامل استقرار وولادة سهلة ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية عدم اتمام الشراء بس لمين بقى؟ للبنت العزباء. هذه الرؤية تدل على الاحباط والفشل والحالة النفسية السيئة، والعكس صحيح. اذا رأت البنت العزباء انها تشتري وتم الشراء، لا مفيش احباط بقى وفشل، لا ده في العكس. انما الشراء لا، اذا لم يتم هذه الرؤية تدل على الاحباط والفشل في بعض الامور ومع شديد الاسف. رؤية البنت العزباء تحديدا تشتري طعام، هذه الرؤية تدل على شيئين لا ثالث لهما، اما تحقيق امنية واما زواج ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة تشتري، ولكن تشتري عقار او سيارة، هذه الرؤية تدل إما أنها ستحدث بالفعل، اللي شافته هو اللي هيحصل، إنها بتشتري عقار يبقى بالفعل ربنا هيكرمها وتشتري عقار أو سيارة كذلك، أو أنها سوف يتحقق لها ما تريد، لها شيء هي تتمناه سوف يتحقق لها إن شاء الله. طب رؤية شراء المرأة المتزوجة لبعض الأطعمة الطازجة ليست فاسدة، هذه الرؤية تدل على الخير وتدل على الرغد في المعيشة والرخاء، وتدل أحيانا على تحقيق أمنية لها إن شاء الله تبارك وتعالى. طب بالنسبة للشاب، رأى أنه اشترى في المنام وأتمم الشراء، يعني كان فيه شراء وأتم الشراء واشترى الشيء اللي هو بيشتريه ومشي، هذه الرؤية تدل على القدرة على الكسب، هو شخص يستطيع أن يكسب ماله بيده، وربما تدل هذه الرؤية على شراء بيت أو سيارة، وربما تدل هذه الرؤية أيضا على البشرى بالزواج إن شاء الله. طب بالنسبة للرجل المتزوج، رؤية الشراء رؤيته فقط، ده الوحيد اللي مش هنقول شرط الإتمام إنه أتم البيع والشراء، لا، رؤية الشراء فقط، هذه الرؤية تدل على أنه رجل عنده طموح وعنده هدف وسوف يحقق ما يريد إن شاء الله. رؤية الرجل أنه يشتري ويدفع مبالغ كبيرة جدا في المنام، هذه الرؤية تدل على أنه سوف يملك كل مقومات النجاح، كل مقومات النجاح، بمعنى أن هذه الرؤية تدل على أنه شخصية ناجحة، هذه الرؤية تدل على أنه شخصية قيادية، شخصية قيادية. رؤية الرجل عدم إتمام الشراء، مع أن في البداية قلت العملية دي ممكن ما تكونش مهمة للرجل، لكن علشان أكون دقيق، أحيانا تدل هذه الرؤية على بعض العقبات أو عدم الثقة في النفس، وده نادرا ما يحدث، وهذا يعني سبحان الله العظيم ما نقدرش نقف عليه إلا من خلال سياق الحلم نفسه. لكن الشراء بصفة عامة حتى وإن لم يتم للرجل يعتبر من الرؤى المحمودة إلا ما نادر منها إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم.